اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش منورنا. من شويه كان كاس الاتحاد الانجليزي اخر مباراه في الدور الثالث من المسابقه، خسر ليفربول بمشاركه محمد صلاح في اخر ثلث ساعه من المباراه من فريق وولفز، فودع الريدز هذه البطوله. واقيمت القرعه، اهم مباراه ارسنال هيلعب مع مانشستر يونايتد، لكن محمد صلاح على طول هو وساديو ماني هياخدوا الطياره ويسافروا الى السنغال لمتابعه من منهما، بالاضافه الى اوباميانج سيتوج بجائزه افضل لاعب افريقي لسنه 2018 باذن الله، بالتوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح. زي ما قلت لكم النهارده معانا ثلاثه ضيوف. الضيف الثاني هيكون الاستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الاهلي، هنتكلم معاه في كل حاجه تخص النادي الاهلي من الناحيه القانونيه والاستشارات والازمات والملاحقات القضائيه في المرحله الحاليه. الضيف الثالث هيكون الكابتن اسلام جابر، نجم الداخليه ونجم منتخب مصر والمعار من المقاصه الى الفريق الشرطي. اما الان فالاتحاد السكندري في اطار ضم صفقات، اتكلمنا مع صبري رحيل من شويه، ضم مدافعا اخر بيلعب في ناحيه المساك واحيانا في مركز الظهير الايمن، هو برازيلي الجنسيه يبلغ من العمر 29 عاما، اسمه ولس الفيس دا سيلفا، لاعب الاتحاد السكندري الجديد القادم من رومانيا، هو ضيفنا النهارده. ولس اهلا بيك منورنا. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. شكرا جزيلا، انا سعيد اني انا اكون معاكم. الانضمام من رومانيا ومشوار طويل مع تقريبا 6 انديه رومانيه واللاعب في الدوري المصري مع الاتحاد، كيف تمت المفاوضات؟ Então, depois que eu tive meu último jogo بعد ان لعبت اخر مباراه لي في شهر ديسمبر كنت مع عائلتي في البرازيل وتلقيت مكالمة من مدير أعمالي يقول لي أن هناك عرض من فريق الاتحاد، أعجبني العرض واتصلت بالنادي الذي كان متعاقد معي في رومانيا ولكي أستطيع أن أكون هنا في مصر أتعاقد مع الاتحاد. البرازيل منذ الصغر ومن وقتها خضت مشوارا في رومانيا، يعني كلمني عن فترة اللعب في رومانيا ثم الانتقال إلى مصر. أنا خرجت من البرازيل في سن صغير، كان سني حوالي 20 سنة، فسافرت إلى رومانيا. بدأت ألعب في رومانيا وتعرفت على زوجتي وكونت أسرتي حوالي 10 سنوات وأنا باقي في رومانيا، وأول مرة لي أن أخرج من رومانيا لأتوجه إلى دولة أخرى هي هذه المرة. وبعد الخروج من رومانيا والتوجه إلى مصر وتحديدا في الإسكندرية، كيف تشعر بعد 5 أيام تقريبا قضيتها حتى الآن في مصر وفي الإسكندرية؟ sinceramente eu tô gostando muito. Eu pensei que ia ser um pouco mais difícil. أنا سعيد جدا. وأشعر بالراحة. الأشخاص الذين قابلتهم هم أشخاص مريحين. وأنا في الحقيقة أشعر أنني لست في مكان غريب. أعتقد أنه اختيار جيد. تأتي إلى مصر برفقة أسرتك التي كونتها خلال السنوات العشر الماضية؟ Então, não. Sempre tive vontade de conhecer o Egito, né? كان لي دائما الرغبة في أن أزور مصر، فهي بلد لديها الكثير من التاريخ، ولكن لم تتاح لي الفرصة، وأريد أن في الواقع أنا في البداية وأريد أن أتعرف على هذه البلد. طيب من قابلت من مسؤولي الاتحاد السكندري قبل أن تقوم بالتوقيع للانضمام رسميا للفريق؟
في البداية عندما وصلت توصلت مع إدارة النادي وقاموا ببعض الفحوصات الطبية، وفي اليوم الثاني تعرفت على المدرب، وبعد ذلك وبعد ذلك تعرفت على بعض اللاعبين، فقضيت وقت معهم. أعتقد أنها كانت تجربة جيدة، كل شيء يجري على ما يرام. المدرب نفسه الكابتن حلمي طولان تحدث عنك بالأمس وقال إنك لاعب صاحب قدرات بدنية هائلة وفي الألعاب الهوائية تنجح في اقتناص الكرات، فماذا يمكنك أن تقدمه لفريق الاتحاد السكندري وهو صاحب جماهيرية كبيرة؟ أتمنى أن أحقق نجاح. أعتقد أنني من الممكن أن أضيف إلى الفريق. طريقتي في اللعب هو اللعب باستخدام اللياقة البدنية، ولكني أستطيع أيضا أن أستخدم مهارات الكرة. أعتقد أنني سوف أقدم إضافة في البطولة التي هي مقامة هنا. ما هي أهم المهارات المعروفة عن كل البرازيليين؟ الرغبة في المتعة داخل أرض الملعب من خلال استخدام الكرات القصيرة والتمرير والمراوغات. كمدافع هل تستخدم هذه المهارات، البناء الهجمة من البداية؟ يعني حدثني عما ممكن أن تقدمه لفريق الاتحاد. بالنسبة لنا كمدافعين الوضع مختلف، فلا نحب المخاطرة في موضوع المراوغة. لابد أن يكون اللعب بسرعة، بأكبر سرعة للبعد عن المخاطرة. أنا شخصيا لا أحب المخاطرة في التعامل مع الكرة. من الممكن أن أقوم ببعض المراوغات، ولكن أنا أحب دائما أن ألعب بطريقة بسيطة وسهلة. يعني هل تشارك أحيانا في الهجمات؟ يعني هل تذكر عدد الأهداف التي سجلتها وأنت مدافع في صفوف فرقك المختلفة؟ في الحقيقة أنا لم أسجل الكثير من الأهداف. فأهم شيء هو الدفاع عن فريقي وبناء الهجمات ومساعدة زملائي. ولكن ليس دائما أسعى إلى أن أسجل الأهداف. أحب أن ألعب دائما بطريقة بسيطة وطريقة سهلة، لأن محاولة تسجيل الأهداف يعني المخاطرة. هداف الدوري المصري حاليا مدافع أو أحد الهدافين. إيجيتو مدافع. الهداف في المسابقة المصرية حاليا هو مدافع. لم أعرف ذلك. في الفريق المتصدر الزمالك محمود علاء هو مدافع وسجل أكثر عدد من اللاعبين حتى الآن. هذا جيد. لم أكن أعرف ذلك. عادة المدافعين لا يسجلون أهداف، ولكن أحيانا حينما تكون كرات ثابتة من الممكن التسجيل منها. هو عدد كبير منها ضربات جزاء على أي حال. لكن حينما التقيت بالكابتن المدرب للفريق، ما هو الحوار الحديث الذي دار بينك وبين المدرب؟ Então, o treinador me apresentou logo quando eu cheguei lá no clube, né? Me apresentou pro capitão do time
عندما جئت من البرازيل تعرفت على اللاعبين البرازيليين، وعرفني المدرب على بعض اللاعبين وقال لي أن لازم أن أبذل القصارى جهدي من أجل أن أقدم أداء جيدا. من ناحية اللياقة البدنية أنت جاهز؟ آخر مشاركة لك كانت في نهاية الشهر الماضي، جاهز للعب أم تحتاج إلى فترة إعداد؟ آخر مباراة لي كانت يوم 20 من شهر ديسمبر، فهما في آخر أسبوعين كنت في سفريات، ولذلك أعتقد أننا علي أن أقوم ببعض التدريبات، فأول مباراة لي في يوم 29 أعتقد أن الوقت يسمح لي بأن أتجهز أو أن أبدأ. تابعت ترتيب فريق الاتحاد في المسابقة، 20 نقطة من الجدول حتى الآن، يشارك في البطولة العربية في دور الربع النهائي، كيف ترى طموح هذا الفريق؟ لقد تابعت وضع فريقي وهو لديه تاريخ كبير ونادي جماهيري مهم، ونحن الآن في منتصف البطولة، فأعتقد أنه لن يكون من السهل الاستمرار، ولكن سوف نسعى إلى أن نقدم أداء جيدا. بالمناسبة، بينما تعاقد الاتحاد مع ولس وسيتعاقد مع أجنبي آخر، رحل ويلسون أكاكبو المدافع في نفس المركز، ورحل أيضا بناهيني، الثنائي رحل إلى فريق الشعلة السعودي اللي بيدربه الكابتن خالد جلال المدير الفني المصري. لكن ولس البرازيلي أحد لاعبين قليلين برازيليين في الكرة المصرية، حاليا أهم لاعب أو أحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية برازيلي كينو اللي بيلعب في فريق بيراميدز، هل تعرف عنه؟ نعم، أنا أعرف كينو جيدا، كان يلعب لنادي جيد جدا في الدوري البرازيلي، وأنا أعرف أنه مهاراته عالية جدا، وكان من الممكن أن يلعب في أوروبا، ولكنه اختار أن يلعب هنا في مصر. أعتقد أنه يتطور مع الوقت، أعتقد أن مستواه أصبح عاليا جدا. هل تواصلت معه بأي شكل قبل القدوم إلى مصر؟ لم أتصل به ولم أتواصل معه. أنا قمت ببعض البحث عن معلومات عن الدوري المصري لكي أتعرف عليه وأتعرف على نادي بيراميدز والأندية الأخرى. فهناك لاعب أيضا يسمى جون لينو يلعب هنا أيضا، تابعته. ما أهم ما علمت عن الكرة المصرية من خلال البحث على الإنترنت؟ علمت أن مستوى الدوري المصري يتقدم ويتحسن، وأن به الكثير من اللاعبين الأجانب والذين لهم قيمة كبيرة في سوق اللاعبين الدولي. إذن أعتقد أن أنا أعتقد أن هي بطولة وهو دوري جدير بأن يتطور وأن يتحسن، وأنني سأفعل ما في وسعي، أفعل قصارى جهدي لكي أكون سعيد هنا وكي أسعد النادي الذي ستعاقدنا. البحث على الإنترنت عن اللاعبين الأجانب،
هل قرأت عن البرازيلي فابيو جونيور الذي لعب في الأهلي من قبل؟ الأهلي هو من أكبر الأندية الإفريقية وأحد أكبر الأندية المصرية. في الحقيقة لم أعرف، لكن لأنه كان يلعب قبل ذلك. نعم. لم يلعب في هذا الوقت الذي فيه تعاقدي. لا لم أعرف. إذا عدنا للخلف قليلا في تجربة رومانيا، آخر فريق لعبت معه فقط لمدة 6 أشهر، لماذا رحلت بشكل سريع عن الدوري الروماني أو عن آخر فريق لعبت معه؟ المشكلة في رومانيا هي كثير من المشكلات المالية والمشكلات المادية، وهذا يحدث لكثير من اللاعبين. فأنا مكثت في هذا النادي، ولكنهم لم يوفوا بالتعاقد الذي تم بيني وبينهم، ولذلك رحلت من هذا النادي قبليه. حينما لعبت لمدة 2 شهر رحلت للنادي هذا النادي الأخير بسبب المشاكل المادية. فأنا سعيد بأنني استطعت أن أخرج من رومانيا لأكون هنا لأتعاقد مع أحد الأندية المصرية. هل اخترت الاتحاد رغم امتلاكك عروضا أخرى، أم كان العرض الوحيد من الاتحاد السكندري؟ لا، تلقيت عدة عروض. إحدى هذه العروض من إندونيسيا، وأخرى وعرض آخر من الأردن، وعرض من المملكة العربية السعودية. في أوروبا لم أتلقى أي عروض. في الحقيقة كان هناك بعض العروض، ولكني أعتقد أن العرض المصري هو الأفضل. عن اللاعبين البرازيليين حول العالم والمدافعين العمالقة من البرازيليين، من هو مثل لك الأعلى؟ في هذه اللحظة هناك تياغو دا سيلفا، أنا أحبه كثيرا. تياغو سيلفا؟ لاعب باريس سان جيرمان. ماركينيوس باريس سان جيرمان. عديد من هناك العديد من المدافعين، ولكن أفضل مدافع هو فان دايك، لاعب ليفربول. أعتقد أنه أفضل مدافع في العالم. ليفربول خسر منذ قليل في غياب فان دايك، ودعوا بطولة الكأس. في نفس الفريق ليفربول يلعب المصري محمد صلاح، أحد أفضل اللاعبين في العالم طبقا للأرقام والجوائز الفردية في السنوات الماضية. كيف تتابع محمد صلاح؟ هل تعرف عن محمد صلاح؟ هل أو كيف ترى مستوى هذا اللاعب كمهاجم؟ من الممكن أن يهاجم المدافع ولس ربما في وقت من الأوقات. أعتقد أن من يلعب في مستويات قليلة لابد أن يتابع الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي. وصلاح بالنسبة لأي مدافع في العالم هو أكثر اللاعبين خطورة. هو سريع جدا ومن الصعب جدا رقابته. أتمنى أن يستمر في مستواه العالي هذا. ونحن كثيرا ما نتعلم من هؤلاء اللاعبين. تحدثت عن سرعة محمد صلاح ومهاراته، إذا واجهك كيف تستطيع إيقاف لاعب مثل محمد صلاح؟ complicado conseguir parar ele, né? إنه صعب جدا أن
أن أحد من المدافعين يوقف محمد صلاح. أعتقد أن لابد أن بذل كثير من المجهود لأنه دائما يكون أسرع من المدافعين. فإذا استطاع أن يهرب منك لن يكون لديك الفرصة أن تلحق به. ممكن من الصعب جدا. بالعودة للبرازيليين قبل ما أنتقل لنقطة أخرى، نيمار دائما ما يقال أنه سيتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم ولم يحدث حتى الآن. ماذا ينقص نيمار مواطنك؟ في الحقيقة نيمار هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن ما يقابله دائما من مشكلات والإصابات التي أحيانا تكون صحيحة أحيانا ندعيها، هذا يجعل الأشخاص يرون فيها أنه من المدعين والممثلين في اللعب والمدعين للإصابة، فهو يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم إذا اتخذ المواضيع باهتمام أكبر وبجدية أكثر. أعتقد أن إذا استطاع أن يكون أكثر جدية الأشخاص سيحترمونه بشكل أكبر ويستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم. كيف تتعامل أنت كمدافع مع المهاجمين الذين يدعون السقوط للحصول على ركلات جزاء؟ هذا يحدث في مصر أحياناً. أنا لا أكون في حدة ولا أفقد أعصابي. أنا فقط أتحدث إلى الحكم، إلى حكم المباراة، وأوضح له أنني لم أرتكب أخطاء، ولكن الحكم هو المسؤول عما يحدث في الملعب. في آخر مباراة للاتحاد السكندري كان يواجه الزمالك المتصدر، وحصل لاعب الفريق على بطاقتين حمراء، حارس المرمى ومدافع في الفريق. كم عدد البطاقات التي حصلت عليها؟ أنا تابعت هذه المباراة، وفي الحقيقة للأسف نادي خسر المباراة. كنت مندهشا لما يحدث، لم أكن أتفهم كثيرا ما كان يحدث بسبب اللغة، ولكن فيما يخص الكروت الحمراء فقط منذ 4 سنوات طردت في مباراة واحدة. بطاقة حمراء واحدة فقط. واحدة تمام، ده كويس جدا، يعني مش هنشوف لاعب عنيف. لكن في الدوري الروماني لعبت في عدة فرق، هل نتوقع أن نرى ولس في عدة فرق مصرية غير الاتحاد؟ أنا مكست كثيرا في رومانيا، والأندية في رومانيا دائما ما لديها مشكلات مادية، فرومانيا الوضع معقد. أنا أتمنى أن ألعب بشكل جيد في مصر في نادي الاتحاد وأساعد النادي، وما يهمني هو أن أبدأ بداية جيدة وأستمر، وإذا ظهرت لي أي عروض أخرى ولكن ما يهمني هو البداية وأن أستمر في بأداء جيد. أخيرا، تلعب في مركز قلب الدفاع سنتر باك، هناك مراكز أخرى تدعمها إذا تم الحاجة إليك؟
Sinceramente, eu gosto mais mesmo de jogar como stopper. انا في انا في حقيقة الامر احب ان العب في مركز الستوبر. Quando tá precisando, o time tá precisando de tá faltando jogador. ولكن اذا كان هناك حاجة لفريقي mais a minha posição preferida. لمكان اخر انا من الممكن ان اغطي مكانه ولكن مكان المفضل بالنسبة لي هو الستوبر. الجمهور المصري ومنهم بشكل خاص السكندري جمهور الاتحاد يحب الفرق بشدة يرفض الخسارة كيف تتعامل أنت مع الجمهور؟ Então eu acho que todos os públicos sempre gostam de ganhar, né? Como o jogador. أعتقد أن كل جماهير الكرة لكل الأندية تحب دائما المكسب. No futebol, ولكن كرة القدم sempre a pressão do público, né? كرة القدم دائما ما لديها هذا الضغط الجماهيري. Mesmo muito fanático. وهناك هناك المتعصبين وغير ذلك. Posso fazer um bom trabalho. وما يهمني هو أن أقوم بأفضل أداء. Nos entendam também, né? Quando as coisas não derem certo para nós dentro de campo. وطبعا الجماهير تتفهم عندما الأشياء لا تمشي على ما يرام. ليس دائما ما يتفهمون. في البرازيل أيضا الجمهور عاطفي بشدة. لا ننسى دموع البرازيليين بعد خسارة من ألمانيا 7-1 في مونديال 2014. هل كنت أحد من بكوا؟ É complicado, né? O público brasileiro também é إن البرازيليين أيضا لديهم الكثير من المتعصبين وخطرين وأتذكر هذه المباراة كما لو كانت اليوم فذهبت إلى حجرتي وكنت حزين جدا ولم أكن أتوقع أبدا أن نخسر بهذه النتيجة الكبيرة Foi difícil pra gente aceitar, كان صعب جدا أن أن نرضى بهذه النتيجة. ولس رسالة أخيرة تقولها لجمهور الاتحاد السكندري قبل الانضمام رسميا إلى الفريق. Então eu espero poder ajudar. أتمنى أن أستطيع أن أستطيع أن أساعد الفريق وأعرف أنه يمر بلحظات حساسة. أتمنى أن أساعد في الانتصارات وأجعلكم دائما سعداء وكل مادة أكثر سعادة. ولس ألفيس دا سيلفا مدافع الاتحاد السكندري الجديد البرازيلي الجنسية أشكرك وكنت ضيفا عزيزا علينا. Eu que agradeço, o prazer imenso estar aqui com vocês. أشكر حضرتك وهو سعادة لي أن أكون مع حضرتكم. شكرا جزيلا ولس دا سيلفا مدافع الاتحاد السكندري المقبل انتظروه قريبا في الدوري المصري الممتاز في حواره. بعد حواره مع الماتش لكن ما زال لدينا ضيفان الأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيف يتعامل الأهلي من خلال لجنته الحالية قانونيا مع قضاياه المختلفة بعد الفاصل لكن قبل الفاصل هنشوف كيف دعم الوزير الدكتور أشرف صبحي فريق كرة اليد قبل الانتقال إلى كأس العالم في المشاركة في الدنمارك وألمانيا بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم